السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم طلاب الصف الثالث الإعدادي طلب الثالث إعدادي، معكم أنا سند ربيع على قناة شوية إنجليزي. النهاردة بإذن الله هنشوف مع بعض يونت 10 الوحدة العشرة بعنوان تو سبيس أند باك، الذهاب إلى. تو سبيس أند باك معناها الذهاب إلى الفضاء والعودة، يعني رحلة إلى الفضاء والعودة مرة أخرى. طبعا إحنا شايفين إن في شخص قدامنا راكب اللي هي السبيس كرافت اللي هي مركبة الفضاء، وحواليه صواريخ وحاجات من دي، أو كلها حاجات كائنات فضائية. هنبدأ مع بعض الوحدة، بس قبل ما نبدأ اعمل اشتراك في القناة، فعل زر الجرس، سيبلي كومنتس بأي حاجة انت محتاجها، وتشير القناة كل اصحابك ودفعتك. lesson 1 and 2 درسين الاول والتاني. هنبدأ زي ما احنا متعودين مع بعض بالكي فوكابلري، الكلمات الاساسية والرئيسية. اول كلمة عندي اسمها space station. space station معناها محطة فضائية. space station، station واحدة محطة. طب وسبيس ده الفضاء، يبقى سبيس ستيشن محطة فضائية، اسمه مركب من اسمين، وطبعا ده نوعه ايه؟ ناون. بعد كده بيقول لي تلسكوب، اللي هو التلسكوب اللي احنا عارفينه بيكبر الاشياء ويصغرها، تلسكوب. تلسكوب جاذبية ارضية، يعني خاصة بكوكب الارض فقط، مش مفيش جاذبية على اي كوكب تاني غير كوكب الارض. جرافيتي، جرافيتي، جرافيتي الجاذبية الارضية. بعد كده كلمة اوربت، اوربت ده فعل بمعنى يدور حول، اوربت يدور حول شيء، وطبعا ده فيرب، ولو هو نوع يبقى معناها مسار. اوربت، اوربت يدور حول او مسار. بعد كده عندي كلمه ريسيرشر، ريسيرشر باحث او دارس. لو قلت ريسيرش بس معناها يبحث، لو انا شلت الاي ار، طب حطيت الاي ار وبقت ريسيرشر، بقت باحث او دارس. طيب بعد كده كلمه فلود، فلود يفيض او يغمر بالمياه، فيضان. فلود لو هو فيرب بمعنى يفيض او يغمر بالمياه، ولو هو نون بمعنى فيضان. هقرأ الكلمات بدون ترجمة: space station، telescope، gravity، orbit، research، float. أكمل بقية الكلمات. عندي كلمة lens، عدسة، عايز تجمعها تبقى lenses، عدسة lens، هنجمعها نحط لها es يبقى lenses. نظام شمسي اللي هو solar system، solar system النظام الشمسي. spacecraft مركبة فضاء، spacecraft. astronomer عالم الفلكي أو عالم فلكي، astronomer. ساتلايت قمر صناعي. اقرأ الكلمات تاني: لينس جمعها يبقى لينسز، سولار سيستم، سبيس كرافت، استرونومر، وساتلايت. تعالى بعد كده نشوف كلمات ليسون 1. عندي كلمة تايم لاين، تسلسل زمني، تسلسل زمني او تدرج زمني، اسمها تايم لاين. تايم لاين ايفنت، حدث او مناسبة هامة، ايفنت. مارس اللي هو كوكب المريخ، مارس. استرونوت رائد فضاء، استرونوت، استرونوت رائد فضاء. دبي اللي هي مدينة دبي. بريبير يعد ويجهز، طبعا ده فيرب. سولوشن حل. جت اللي هي طائرة نفاثة، جت. آلة ماشين، فورس قوة، ويجي منها وبرضو عندي كلمة باور قوة. اتراكت يجذب، لو انت عايز تجيب منه نحط له اي او ان ويبقى اتراكشن، منظر جذاب. هقرأ الكلمات تاني: تايم لاين، تايم لاين، ايفنت، مارس، استرونوت، استرونوت، دبي، دبي، بريبير، سلوشن، جت، ماشين، وفورس، واتراكت. الصف الثاني معايا كلمة ريتاير، يتقاعد، طبعا ده فيرب، عايز تجيب منه الناون يبقى ريتايرمنت، ريتايرمنت اللي هو التقاعد. امريكان، امريكي الجنسية، امريكان طبعا دي صفة. اورجنايز ينظم، اورجنايز يجي منها اورجنايزيشن مؤسسة ومنظمة. كويز اختبار قصير، كويز اختبار قصير او لغز، كويز اختبار قصير. كومبيتيشن مسابقه، وطبعا ده نون. ليكتشر الشخص المحاضر، شيل الار دي ويبقى ليكتشر محاضره، حط ار يبقى ليكتشر محاضر. سبيس اللي هو الفضاء. جراديويت يتخرج من جامعه او من معهد، لو انت عايز ان ده فيرب طبعا يتخرج، لو انت عايز النون يبقى جراديويشن، جراديويشن التخرج. تيتشنج اسيستنت مدرس مساعد، تيتشنج اسيستنت مدرس مساعد. فاينلاند اللي هي فنلندا، دولة فنلندا. فاينلاند equipment معدات، تعال هقرأهم لك تاني بدون ترجمة: retire American، retire American، organize، quiz، competition، lecture، space، graduate، teaching assistant، فنلاند، equipment. كلمات اللي سنتو عندي Islamic اللي هو إسلامي، Islamic. discover اكتشف، discover. family party حفلة عائلية. death اللي هو الموت أو الوفاة. discovery اكتشاف. publish ينشر. age عصر. invent يخترع، ويجي منها invention اختراع. inventor الشخص المخترع نفسه. author كاتب ومؤلف.
ألف على قيد الحياة، ألف بلانت كوكب بلانت، بي ليف يعتقد ويؤمن ويجي منها بليفرز المؤمنين، راوند دائري ومستدير، سنشري قرن اللي هو 100 عام، اماونت كمية. تمام، تدخل على الريجولار فيربس الأفعال غير منتظمة، عند الفعل شوز يختار التاني مني شوز والتالت شوزن، بيكام يصبح التاني بيكام والتالت يرجع لأصله يبقى بيكام، ثينك يعتقد ويفكر يجي منها صوت التي اتش سايلنت وبرضه صوت تي اتش سايلنت، سويب يكنس يجي منها سويبت سويبت، هير يسمع يبقى هيرد هيرد. دي ايه يا شباب؟ دي الافعال الريجولر الغير منتظمه. بعد كده هيبدأ يديني الديفينيشنز التعريفات. عندي كلمة astronaut رائد الفضاء، بيقول لي هو a person هو شخص ما هو travels بيسافر into space في الفضاء، يبقى astronaut رائد الفضاء هو الشخص اللي بيسافر إلى space الفضاء. ترجم معايا كده، astronomer ده عالم فلكي، طالما هيبقى study يدرس يبقى stars النجوم and planets والكواكب، شخص بيدرس يبقى ده العالم الفلكي، لكن شخص هيسافر للفضاء يبقى ده رائد فضائي. طيب gravity الجاذبية الأرضية، بيقول لي هي force هي القوة which attracts أو attracts things أشياء فيها مجاذب سياحية or people أو أشخاص to the center of the earth، حاجة كده هتجذب الأشياء والأشخاص لمركز الأرض، حاجة هتمسك الأشياء الأرض هتمسك الأشياء اللي عليها بحاجة اسمها gravity الجاذبية. بعد كده يجي لي كلمة satellite، satellite معناها قمر صناعي، بيقول لي يا ماشين هي آلة إن سبيس في الفضاء that goes around the earth بتدور حوالين الأرض or send send to send or collect information، علشان بتبدأ تبعت أو ترسل أو تجمع collection معلومات أو تجمع information معلومات عن كوكب الأرض. يبقى الساتلايت ده ماشين آلة في الفضاء goes around the earth بتدور حوالين الأرض. ليه؟ قال لي to send لكي ترسل and collect وتجمع information معلومات. بعد كده بيجي لي كلمة researcher الباحث، بيقول لي هو person شخص ما هو studies بيدرس، بيدرس ايه؟ something carefully بيدرس شيء بحرص. طب space station مركبة الفضاء، a large spacecraft هي مركبة فضائية كبيرة، where people live and work الناس بتعيش فيها وبتشتغل فيها. ممكن يقول لي ايه تاني؟ a large satellite going around the earth هي large satellite، satellite كبير going around بيمشي حوالين الأرض، where astronauts من خلاله ال astronauts اللي هم رواد الفضاء كان ليه بيقدروا يعيشوا and work ويشتغلوا in the space في الفضاء. بعد كده يجي لي كلمة telescope اللي هو التلسكوب، a piece of equipment قطعة من المعدة كده، you use to see things are far away بتشوف من خلال الأشياء بس الأشياء far away البعيدة، يبقى التلسكوب بيورينا أو بيقرب لنا الأشياء البعيدة. كلمة لينس يعني عدسة، بيقول لي a piece of glass هي جزء كده من زجاج، used in cameras بتستخدم في الكاميرات or in glasses أو في النظارات، that can make things look bigger or smaller هتخلي الأشياء bigger يا إما أكبر يا إما smaller أقل. طبعا كلنا عارفين اللينس العدسات وجمعها lenses عدسات. طيب orbit قلنا بيدور في مدار، to move around the star or planet هتلف حوالين نجم أو تلف حوالين كوكب الأرض، solar system نظام شمسي أو مجموعة شمسية، all the planets and their moons كل ال planets الكواكب and their moons والأقمار بتاعتها which go around the sun اللي بتدور حوالين الشمس، يبقى ده solar system النظام الشمسي أو المجموعة الشمسية كلها. خلصنا ال definitions، ندخل على ال collocations اللي هما المتلازمات اللفظية. collocations المتلازمات اللفظية يعني مثلا يقول لي give a specific time أو specific time يحدد موعد معين، take a taxi يستقل سيارة أجرة، come second معناها بيجي في المركز الثاني، طب come first يجي في المركز الأول، make a discovery يكتشف، make discovery يكتشف، enter a competition معناها ينضم لمسابقة، competition مسابقة، طب هينضم أو يدخل يبقى enter a competition، start a competition يقوم منافسة أو يقيم بمنافسة أو مسابقة، have a weekend معناها يقضي عطلة. تمام، reading and listening نص القراءة ونص الاستماع. هنا بيقول لي ان لسن 1 في الدرس الاول سن كوبي بيج 34 كتاب الطالب صفحه 34، اول حاجه بيقول لي 1957 1957 ذا فيرست ساتلايت، اول ساتلايت كان اسمه سبوتنيك 1 سبوتنيك 1. تمام كمل معايا ايه موضوع سبوتنيك 1 دي. طيب هو هيجيبها بقى بالايه بالترتيب كده، دي كانت 1957. طيب 1961 1961 the first man اول رجل in space اول رجل كان يطلع على الفضاء
كان اسمه ايه؟ يوري جاجاريان. يوري جاجاريان ده اول شخص يطلع فين؟ على الفضاء. بعدها بسنتين يبقى 1963 ذا فيرست وومن، اول امراه ان سبيس في الفضاء، كان اسمها فالنتانيا، تريشوكوفا. دي اول سيده تطلع على الفضاء. كمل معايا كده. بعد كده بيقول لي 1969 بيقول لي نيل ارمسترونج يصبح اول رائد فضاء يمشي على القمر. اول واحد مشي على القمر كان اسمه نيل ارمسترونج، او نايل ارمسترونج. ايه ده؟ اول شخص يمشي على القمر. 1990 ذا وورلدز فيرست سبيس ستيشن مير جوز انتو سبيس، اول محطة فضاء في العالم تروح الفضاء كان اسمها مير. طيب نفس السنة 1990 the first telescope is sent into space، أول تلسكوب يتم إرساله إيه؟ إلى الفضاء. بعتناه وهيصور ويجي لنا بالصور والفيديوهات. بعد كده بيقول لي 1998 the international space station، محطة الفضاء الدولية. 2001 a new Egyptian satellite، قمر صناعي مصري جديد طلع على الفضاء. تمام. بعد كده بيقول لي prize winning Egyptian helps NASA، فنقول هنا ايجيبشن المصري الذي فاز بالجائزة لمساعدته الى وكالة ناسا. هل المصري ده ساعد وكالة ناسا في ايه؟ هنشوف مع بعض. For many years، لسنوات عديدة، ناسا has been trying to understand what it can do with the rubbish that space journeys. من سنوات عديدة وناسا دي بتبدأ ان هي عايزة تشوف احنا هنعمل ايه في رابش القمامة اللي بتتم او باللي بتحدث في سبيس جيرنرز في رحلات الفضاء. طب بيقول لي هنا scientists العلماء have been looking for ways، قعدوا يبحثوا كده عن طرق to solve the problem، عشان نبدأ نحل المشكلة of rubbish، مشكلة القمامة دي. astronauts اللي هم رواد الفضاء اولاد use a lot of plastic، اكيد بيستخدموا plastic و paper، ورق و plastic and other waste ونفايات اخرى on their journeys، في الرحلة بتاعتهم to space للفضاء. This can be a real problem، ده هيكون مشكلة كبيرة ومشكلة واضحة. So عشان كده ناسا started a competition، بدأت تعمل competition مسابقة asking the world space scientists، بتسأل أفضل العلماء العالم to try and find solution، هم يجدوا solution حل للمشكلة دي. أيمن رجب is an Egyptian scientist، أيمن رجب ده كان عالم مصري who has always been interested، دايما العالم ده مهتم من سبيس ساينس في علوم الفضاء. ف 2019 he turned NASA competition، دخل مسابقة في ناسا and came second، وطلع التاني وأصبح وفاز بالمركز التاني. أيمن suggested using، قال إن احنا ممكن نستخدم جيتس، يعني طائرة، نفاثة of air to make the waste smaller and then help to recycle it، عشان نخلي القمامات دي smaller أقل and then، وبعد كده help نساعد في recycle it، ان احنا نعمل لها اعادة تدوير. ايمن is from the village، ايمن من قرية اسمها الدبابايا near Luxor، بالقرب من Luxor، and graduated، وتخرج in engineering في الهندسة من أسوان University، جامعة أسوان. He has worked as teaching، اشتغل أيضا teaching assistant، مدرس مساعد in the same science university، في نفس الجامعة اللي هو متخرج منها. And now الآن he works، هو بيعمل as a researcher، كباحث for a university، لجامعة in فنلندا. Since he won the prize، أو since he won his prize، منذ أن فاز بالجائزة بتاعته، he has worked، بدأ يشتغل في NASA's technology transfer project، مشروع ناسا لنقل التكنولوجيا، which looks at how to use the latest technology in space، إن إحنا إزاي هنستخدم أحدث التكنولوجيا في الفضاء. And he has recently found ways، وبالفعل وجد طرق to save energy، للحفاظ على الطاقة. And there was a little gravity، وان احنا يبقى عندنا جاذبية اقل، ازاي تقدر تحافظ على نفسك وانت عندك جاذبية اقل. هنا بقى بيقول لي جون في 2018 بدأ يكتب بلوج كده وبيتكلم ان في famous American astronaut، في عالم فضاء امريكي مشهور اسمه بيجي انتي ويستون. ماله ده؟ has just said، قال ان that she is going to retire، ان هي خلاص بدأت تتقاعد. more than حوالي من 500 شخص have been to space، هيسافروا الفضاء. but بيجي has sent longer in space than any other women، ولكن بيجي
بنقول هنا ان بيجي ده شباب قضت اكتر وقت، يعني he spent longer in space than any other woman، قضت اكتر وقت اكتر من اي woman، اي امرأة اخرى. she has been traveling to space every few years since 20 او 2002. بنقول ان هي قضت وسافرت للفضاء منذ سنوات او منذ 2002. as well as بالاضافة لذلك being astronaut، ان هي عالمة فضاء او رائدة فضاء. بيجي has been working in a as a researcher، اشتغلت كباحثة في university، في جامعة، lecture، محاضر في جامعة، and on international space station، وفي محطة فضاء عالمية. our newspaper او our newspaper الجرائد بتاعتنا has been writing about her work، بدأت تكتب عن عملها for more than من حوالي من 15 سنة. and we wish and بنتمنى ان her luck for his future، نتمنى التوفيق للمستقبل بتاعها لمين، لبيجي. exploring space، اكتشاف الفضاء، past في الماضي and the present في المضارع. بيقول لي the first astronomers، علماء الفضاء اللي هم في العصور الاولى، the stars and the planets، النجوم والكواكب، have always been important to us، مهم جدا بالنسبة لنا. in ancient times، في العصور القديمة. بيقول لي people know، الناس كانت بتعرف what time of year، كانت بتعرف احنا امتى من العام عن طريق ايه؟ قال لي by looking at where the stars were in the sky، عن طريق ان احنا نشوف النجوم دي موجودة فين في الفضاء، ومن خلال ما نبص على النجوم اللي موجودة في السماء نعرف احنا امتى في العام. the ancient Egyptians، المصريين القدماء، discovered، اكتشفوا that a star called، لقوا فيه ان في نجم اسمه Sirius، a bird بيظهر in the sky، في السماء، before، قبل ايه، the Nile flooded، قبل فيضان النيل، قبل ما النيل يفيض لازم يظهر لهم الستار، النجم اللي موجود في السماء اللي اسمه Sirius. early ideas about the sun، افكار الاولى او الافكار القديمة عن الشمس and the earth والارض. بيقول لي ان astronomer، كان في عالم فضاء، from 2 century، من القرن الثاني، called، بيسمى بوتوليمي، believed ذات، آمن بأن the sun، إن الشمس ديت orbited، بتدور حول the earth، الأرض. عالم الفضاء قال من منذ القرن الثاني أو منذ القرن الثاني قال إن الشمس دي هي اللي orbit، بتدور حوالين الأرض. it was a popular idea، كانت فكرة بقى مشهورة واتشهرت، that people believed، الناس كانت بتؤمن، for many centuries، لسنوات أو لقرون عديدة. جه بعد كده الإسلاميك أسترونومرز اللي هم علماء الفضاء الإسلاميين في القرن الحداشر أو من القرن الحداشر للتلاتاشر، thought that the idea might be wrong، قالوا ممكن تكون الفكرة دي خاطئة. طب إيه بقى new idea؟ بيقول لي في 1532 the astronomer، في عالم فضاء اسمه نيكلاس كوبرينيوس، showed that، بيقول إن the earth، الأرض، orbited، هي اللي بتدور حوالين the sun، الشمس. but he hadn't published، ولكن لم ينشر his ideas، افكاره، just before he died، قبل ما يموت. فبنقول ان العالم اللي اسمه نيكلاس ده hadn't wanted people to know about his ideas، ما كانش عايز الناس تعرف عن افكاره while he was alive، طول ما هو كان عايش. ليه بقى؟ because he knows he would be unpopular، لانه كان بيعتقد انه ممكن افكاره دي تكون unpopular، غير شائعة وغير منتشرة. The first telescopes، أول تلسكوب اتوجد، تلسكوب اللي بنشوف من خلاله الأشياء سواء هي كبيرة أو سواء هي صغيرة. بيقولي before the beginning of 17th century، قبل القرن السبعتاشر، قبل بداية القرن السبعتاشر، بيقولي astronomers، علماء الفضاء، had only studied space، بدأوا يدرسوا الفضاء with their own eyes، بعيونهم هم. زين بعد كده في 1608، the telescope، التلسكوب، was invented، اخترع. مين اللي اخترعه؟ بيقول لي ايطاليان استرونومر، عالم فضاء ايطالي اسمه جاليو، improved، حسن وطور، the design، التصميم، he made the lenses stronger، عمل اللينسز، العدسات بتاعتها قوية جدا، so that he could study the planets، عشان كده بقى قدر يدرس الكواكب، in the solar system، في النظام الايه، الشمس. ايه بقى المودرن ديسكفرز اللي موجودة معنا دلوقتي؟ The modern age، العصر الحديث، is an exciting time، ده وقت مدهش، for space discovery، اكتشافات الفضاء. We can see objects، نقدر نشوف الأشياء، that are far away، الأشياء اللي بعيدة عننا يا ولاد، in space، في الفضاء.
and look for life on other planets ونبحث عن حياة أخرى في كواكب أخرى. What discovers إيه بقى هي الاكتشافات؟ Do you think اللي أنت بتعتقد إن we will make in the future إيه الاكتشافات اللي إحنا ممكن نعملها in the future في السماء. نص الليسننج هنا بيبدأ conversation محادثة ما بين رامي وكمال. What are you looking أنت شايف إيه؟ طبعا هما ماسكين تلسكوب وبدأوا يشوفوا الأقمار الصناعية كوكب الأرض الناس اللي ماشية على القمر بيبدأوا يتكلموا مع بعض عن space history عن تاريخ الفضاء. بتبقى محادثة سهلة وبسيطة بيتكلموا فيها عن astronomers علماء الفضاء الفرق بينهم وبين الأسترونوتس وبيبدأوا يتكلموا بقى مين من الميدل ايست قدر يطلع على سطح القمر أو يطلع السبيس الفضاء. محادثة سهلة وبسيطة المحادثتين اللي ما بين كمال ورامي والفيديو ده اللي هو الفيديو سكريبت ده كان بيتكلم عن ايه يا شباب. If you look up to the sky during the day بيقول لي هنا if you look up to the sky during the day لو انت بس بصيت كده على السماء اثناء النهار you can see clouds ده تشوف سحب and the sun والشمس. At night في الليل you can see the moon تقدر تشوف القمر some plants ان بعض النباتات and hundreds of suns of stars ومئات الالاف من stars النجوم. The sun الشمس is a star هو نجم and all the planets كل الكواكب in solar system في النظام الشمسي move around انت تتحرك حوله. It takes our planet earth بياخد حوالين او الكوكب بتاعنا اللي هو كوكب الارض بياخد 365 يوم to orbit عشان يدور حوالين الشمس. بعد كده بيقول لي we know احنا عارفين this and many other things والعديد من الاشياء about our solar system because of the work of Islamic astronomers بسبب رواد الفضاء الاسلاميين اللي عرفونا more than 1000 years اللي عرفونا الكلام ده من حوالي من 1000 سنة. In the 10th century في القرن ال 12 بيقول لي the astronomer العلماء الفضاء from Iran من إيران called كان بيسمى عبد الرحمن السويف رود كتب لنا very important book كتاب مهم جدا about the solar system عن النظام الشمسي كان مسميه the book of fixed stars كتاب النجوم الثابتة. This described ده وصف the exact position الموقع الأساسي والرئيسي of stars للنجوم in the descriptions في الوصف of different groups في مجموعات مختلفة of stars للنجوم called بتسمى constellations. The group stars مجموعة النجوم دي in a constellation come from جاية من picture منصورة in the sky في السماء زي ايه؟ قال لي زي Great Bear or Orion nobody had described them so actually before السويف did بالفعل كل الكلام اللي السويف جابه لنا ده ما كانش موجود من قبل. طيب بيقول لي a very large group of stars مجموعة كبيرة جدا من الستارز اللي هي النجوم called بتسمى galaxy. Earth is in a galaxy called the Milky Way بيسمى ايه يا شباب؟ ميلي واي اللي هي مجرة درب التبانة. بيقول لي عبد الرحمن السويف wrote about other galaxies such as زي the large magnetic cloud اللي هي مجرة يا شباب ماجلان الكبرى large magnetic cloud مجرة ماجلان الكبرى and the Andromeda galaxy اللي هي مجرة المرأة المسلسلة and Andromeda galaxy مجرة المرأة المسلسلة. بيقول لي before many other people قبل اي اشخاص اخرى had been seen them من قبل ما اي اشخاص تانية تشوفها. بيقول لي an Egyptian astronomer called Ibn Yunus في عالم فضاء مشهور اسمه Ibn Yunus بيقول لي studied this how plants زي النباتات moved in the solar system بتحرك في النظام الشمسي ده in the 11th century في القرن الحداشر. later وفيما بعد an important European astronomer عالم فضاء أوروبي عمل إيه لعالم الفضاء ده؟ بيقول لي calls بيسمى كوبرنيكس used بيستخدم this studies هذه الدراسات to suggest عشان يقترح the plants النباتات بيقترح ان النباتات دي moved around the sun بتدور حوالين الشمس before this قبل ذلك some people had thought that معظم الناس كانت معتقدة ايه؟ معتقدة ان sun moved around the earth ان الشمس هي اللي بتدور حوالين الارض. بعد كده بيقول لي
today النهاردة astronomers are still ما زالوا discovering بيكتشفوا new things أشياء جديدة about stars على النجوم وبلانتس النباتات and galaxies. What do you think ماذا تعتقد إن زي will discover إن هما ماذا سيكتشفوا في فضاء غير كل هذه التقنيات كل هذه التحديثات. طيب نشوف مع بعض general notes on reading and listening. كلمة space معناها فضاء، وأيضا space لو هي noun برضو معناها فراغ أو مسافة، مساحة كبيرة أو مسافة كبيرة في فراغ في منطقة معينة فيبقى معناها space. بيقول the scientists العلماء managed to build قرار إن هم يبنوا a space station محطة فضاء into space في الفضاء. يبقى كلمة space هنا معناها إيه؟ فضاء. طيب space بقى بيقول لي هنا لو هي معناها فراغ أو مسافة. Is there a space for my bag on the chair next to you, Basim? هل في فراغ كده أحط فيه الشنطة بتاعتي جنبك يا باسم؟ يبقى دي هنا معناها space معناها فراغ. ايه تاني؟ Leave a space to avoid infection when you are in the class. اترك مسافة بينك وبين صديقك مثلا لجاي تتجنب infection العدوى when you are in the class لما تكون انت في الفصل. يبقى space فضاء و space فراغ أو مسافة. بعد كده بيقول لي astronaut اللي هو رائد الفضاء، astronomer اللي هو عالم الفلك، واسترولوجر اللي هو المنجم او الشخص اللي هم المنجم او وهكذا يعني. اللي هو بيقول لي some astrologers create websites عمل او انشا مواقع عشان يبدا ينشئ عليها او ينشر عليها predictions التنبؤات بتاعتي. بدا شخص منجم بيقرا الستارز النجوم وهكذا. طيب الاسترونوت اللي هو رائد الفضاء ده شخص بيسافر، استرونوت ده بيسافر، لكن استرونومر ده بيدرس. تاني استرونوت ده بيسافر للفضاء، لكن استرونومر ده بيدرس علم الفلك. there are four astronauts اربعة من رواد الفضاء on the spacecraft في السفينة الفضائية او في المركبة الفضائية. astronomer اللي هو عالم الفلك ده شخص بيدرس علم الفلك. is a person هو شخص ما who studies بيدرس stars النجوم scientifically بشكل علمي. لكن astrologer يا ولاد المنجم some astrologers create websites بيعمل مواقع عشان ينشر عليها predictions التنبؤات بتاعته. بعد كده بيقول لي so that معناها لكي، بيجي بعدها جملة كاملة. so that معناها لكي، بيجي بعدها جملة كاملة. هتحط subject و verb فعل وفعل، هيا أنا هتعمل جملة عادية جدا وبعد كده تجيب كلمة so that لكي ونبدأ بعدها جملة كاملة. بس الجملة اللي هتيجي بعد so that فيها فعل مساعد أو model verb اسمه كان أو could، كان في مضارع و could في ماضي. فتعالى كده نشوف المثال عشان أوضح لك. المثال الأولاني بيقول he studies hard، هو كان بيذاكر بجد. الشاطر كده يقول لي زمن الجملة دي ايه؟ مضارع بسيط. ليه؟ لان نهاية الفعل IES مع الاسم مع الضمائر هي او شي او ات او الاسم المفرد، فحطيت للفعل IES لان الفعل study بينتهي بحرف الواي وقبل الواي ده حرف ساكن اللي هو حرف الدي، فحولت الواي الى I وبقيت IES. يبقى he studies hard بيدرس بجد. so that لكي he can succeed. ليه حطيتي هنا كان؟ عشان انا عندي زمن الجملة مضارع بسيط. انزل تحت يقول لي he studied hard ذاكر بجد، خلي بالك حطيت IED يعني كده زمن الجملة ماضي بسيط. so that لكي he could، فهنا استخدمت كلمة could عشان الجملة اصلا ماضي بسيط. يبقى كان مضارع و could ماضي. دي ايه؟ دي so that لكي ويجي بعدها فعل كان و could والمصدر. طيب بعد كده بيقول لي ايه؟ trip و journey. trip معناها رحلة قصيرة، لكن journey هتبقى رحلة كبيرة. يعني مثلا انت لو رايح للمتحف اللي في مدينتك فدي اسمها trip، لكن انت من القاهرة ورايح تعمل رحلة في لوكسور يبقى دي اسمها journey رحلة طويلة. How was your trip to the museum yesterday؟ كيف كانت رحلتك المتحف امس؟ ده معناه ان رحلة قصيرة خلصها ورجع على طول، لكن journey دي رحلة طويلة. The journey الرحلة to لوكسور الى الاوكسور والتيك هتاخد 5 days 5 ايام. خلصت الـ general notes. تعال نشوف important expressions. as will as معناها بالاضافة الى، dream of يحلم بي، go around معناها يدور حوله، go around بتساوي الفعل orbit يدور، go into space يسافر للفضاء، prepare for يعد لي، with their own eyes بعيونهم المجردة، with their own eyes a piece of equipment احدى المعدات، by looking at من خلال النظر الى حرف الجر at و by من خلال، by the end of قبل انتهاء، end of انتهاء و by يبقى قبل، يبقى by the end of قبل انتهاء. learn more about تتعلم الكثير عن، learn more about. بعد كده prize winning الفائز بجائزة معينة، prize winning. orbit the sun هيدور حوالين الشمس.
in the 15th century في القرن الخامس عشر، خلي بالك 15th عشان هي اخرها تي اتش، حطيت تي اتش فوق 15th century. have a lot to do، لديه الكثير للقيام به. the center of the earth، مركز الايه، مركز الارض، يسمح بالدخول لت ان. طب على كوكب المريخ، on Mars، on Mars حرف الجر on. يمشي على سطح القمر، walk on، خلي بالك هتاخد حرف الجر on، walk on the moon، يمشي على سطح القمر. study space، يدرس الفضاء، طبعا دول علماء الفلك. in ancient times، في العصور القديمة او old times. just before، قبل او قبيل، حاجة بسيطة خالص، just before. from the past، من الماضي. on other planets، على الكواكب الايه، on other planets، على الكواكب الاخرى. تعالى بقى نحل مع بعض يلا على الفوكابلاري. بيقول لي our A system، نظامنا ايه، inclusive، يشمل sun and 8 planets، وثمان كواكب، الشمس وثمان كواكب، يبقى ده النظام الشمسي. rainy solar cloudy model، يبقى solar system النظام الشمسي. yesterday، امس، dad bought، الاب اشترى كاميرا، with very good A، اشترى كاميرا بجود فيها ايه، telescope lens orbit comet، اكيد هيبقى فيها good lens اللي هي عدسات كويسة وجيدة. تعالى نشوف بقى الجمل اللي جاي في كتاب الطالب وكتاب الورك بوك. نمبر 3 بيقول لي جاليلو ستاديد درس ذا ايه ان اور سولار سيستم، هيدرس ايه، ديسكفرز، اكتشافات، لينسز، العدسات، بلانتس، الكواكب، تايمز، الاوقات، يبقى اكيد هيدرس بلانتس، الكواكب. ذا مون، القمر، ذا ايرث، القمر بيدور حوالين الكوكب الارض كل 27 يوم، فهنقول ايه، اوربتس، لاندس، اورجانايز، ريتايرز، اكيد يلف، يبقى اوربتس. طيب اللي بعدها بيقول لي عزة loves studying، عزة كانت بتحب تدرس the stars and the planets، she wants to، يبقى هي عايزة تكون ايه، عايزة تكون الشخص اللي هيدرس، يبقى astronomer، لكن astronaut يسافر. اللي بعدها، وده المنجم، a lot of a orbits the earth، بيدور حوالين الكوكب الارض، يبقى a lot of plants، نباتات، لا plants، كواكب، satellites، telescopes، projectors، يبقى اكيد a lot of plants، الكواكب، satellites اللي هي الاقمار الصناعية، telescope، التلسكوب، projectors، المشاريع. I want to enter an international mass A، أنا عايز أدخل في international mass competition، مسابقة، race، سباق، discovery، اكتشاف، lens، عدسة، يبقى أكيد هيبقى mass competition. most employees، معظم الموظفين، عايز أقول إنهم بيتقاعدوا في سن الستين، يبقى reclaim، recall، retire، recollect، أنا عندي كلمة retire معناها يتقاعد. let's go on a boat، يلا نروح كده في القارب، on the Nile for an hour. طيب اللي هيروح في القارب ده اكيد هتبقى رحله صغيره وبسيطه وسهله، يبقى كلمه تريب، لكن جيرني رحله كبيره. حبيبه مبارك از دريمينج، كانت بتحلم جوينج ان هي تطلع الاولمبيكس، فدريمينج تاخد حرف الجر ايه، دريمينج اوف، يحلم بي. ا او ان اي از ا بيرسون، هو شخص ما، هو ترافلز، بيسافر ان سبيس، في الفضاء، يبقى ده رايتر، استرونوت، استرونومر، استرولوجر، يبقى طالما بيسافر يبقى استرونوت، بيدرس يبقى استرونومر، نشر مواقع وعمل موقع عشان ينشر البريدكشن، التنبؤات، يبقى ده المنجم. كمل معايا، a piece of equipment، قطعة من المعدة، you see، تقدر تشوفها، او you use، تستخدمها، to see things، عشان تشوف الاشياء، that are far away، البعيدة، is called، دي بتسمى ايه، telescope، ولا glasses، wheel، robot، اكيد هتبقى التلسكوب. 13، the space، الفضاء، is a large space craft، الفضاء ده is large space craft where people live and work، يبقى the space robot، ولا the space telescope satellite station، اكيد space station محطة الفضاء، هي large space craft، مركبة فضائية كبيرة الناس بتعيش جواها وتشتغل جواها. 14، the air is a force which attracts things or people to the center of the earth، هي القوة اللي بتجذب الاشياء والاشخاص لمركز الارض، يبقى space gravity satellite jet، اكيد هتبقى جرافيتي، الجاذبية. 15، ا از ا ماشين، هي آلة، ان سبيس، في الفضاء، ذات جوز اراوند ذا ايرث، بتلف حوالين الارض، ايه اللي بيلف حوالين الارض يا اولاد، يلا بقى ركز معايا كده، بلان، سبيس كرافت، ساتلايت، كوميت، اكيد كلمة سبيس كرافت اللي هي المركبة الفضائية، هي اللي بتلف حوالين الارض. ا او ان از ا بيرسون، شخص ما، هو ستاديز، بيدرس، سامثينج كيرفول، بيدرس الشيء، وبي كيرفول، وبحرص، بلاير، لاعب، اكتر، ممثل، برينتر، رسام، ريسيرشر، باحث، اكيد كلمة ريسيرشر، باحث. 17، داد ريتايرد، الاب يتقاعد في سن 50، he has some health problems، عنده بعض المشاكل الصحية، that means، ده معناه ان he stopped a at 50، بدأ ايه، بدأ working، living، reading، running،
هو بيتقاعد يعني بيسيب الشغل، يبقى stopped working ساب العمل، لكن living معيشة، reading قراءة، وrunning السباق والجري. In 1608 في 1608 the telescope was invented، اخترع the means، ده معناه ان it was a move، تحرك، encourage يشجع، design صممة، show يعرض، اكيد design صممة، ما هي invent يخترع بتساوي كلمة design يصمم. بعد كده بيقول لي نورا helped to organize، كانت بتساعد ان احنا نorganize، ننظم، an important sports event، حدث رياضي مهم. the word organize هنا معناه ايه؟ leave يغادر، arrange arrive، choose يبقى اكيد arrange معناها ايه؟ يرتب. بعد كده تعالى نشوف السينونيم والانتونيمز. عندي كلمة accurate دقيق، زيها كلمة correct او exact بالظبط، ويبقى عكسها inaccurate. correct صحيح، زيها right او true، ويبقى عكسها incorrect او false خاطئ. specific معين ومحدد، يبقى زيها كلمة particular معين، وcertain محدد، ويبقى عكسها not specific غير محدد وغير معين. recently حديثا ومؤخرا، زيها كلمة lately مؤخرا ايضا. وبعد كده يجي لي كلمة العكس بتاعها previously سابقا، او anciently قديما. وخلي بالك الكلمتين دول نوعهم هنا ظرف. modern حديث، يبقى زيها كلمة new جديد، او update محدث، ويبقى عكسها كلمة old قديم او ancient قديم. وممكن نخلي up down وتبقى down to date غير محدث او قديم. كمل معايا. far away معناها بعيد، زيها كلمة remote او distant على مسافات بعيدة ونائي، ويبقى عكسها كلمة close اغلقة، ونيرباي قريب، close قريب ونيرباي، close المعنى الحرفي بتاعها يغلق. طب كمل معايا. live على قيد الحياة، زيها living برضو لسه عايش، ويبقى عكسها كلمة dead may. popular شائع ومنتشر، زيها كلمة common مشهور، well known ايضا مشهور، ويبقى عكسها unpopular غير شائع. هنا بيقول لي بقى تعالى نشوف البريفكس والسفكس. عندي الا تكون الصفة من الفعل، يعني عندي الفعل live يعيش، حط لها a وتبقى live، يبقى حي وعلى قيد الحياة. on بتجيب عكس المعنى. popular مشهور، حط لها on يبقى unpopular غير محبوب. i o n بتكون الاسم من الفعل، انا عندي الفعل collect يجمع، حط لها i o n يبقى collection على بعضها مجموعة. طب in قال لي correct بتجيب العكس ايضا، in زي on بتجيب العكس. correct صحيح، حط لها in وتبقى incorrect غير صحيح. طب ال y بتحول الصفة لظرف، طبعا عارفين ان الظرف بيبقى اخره ال y، فانا عندي كلمة successful ناجح، حط لها كمان ال y يبقى successfully بنجاح. i a n بتكون الصفة من الاسم، يعني عندي ايطالي يبقى ايطاليان، ايطالي يبقى ايطاليان، ايطالي الجنسية. هنحل كم جملة كده على suffix و prefix و wording building بناء الكلمات. you can make the adverb from adjective successful by adding the suffix، هنحط suffix اللي ايه، انت عايز تعمل adverb الظرف من الصفة، الظرف كنا بنحط له ايه ال y، فهنختار al ال y er y، اختار ال y وتبقى successfully ناجح. كمل اللي بعدها. بيقول لي we add the suffix، بنحط suffix النهاية to get the noun from Italy، وشيل ال y وحط i e n يبقى Italian، إيطالي الجنسية. I haven't been to the club recently، هيقول لي كلمة recently هنا شيلها وحط مكانها ايه early lately well ولا hard. recently معناها ايه؟ هم بقولك I haven't been the club recently، ف recently هنا معناها متأخرا أو حديثا، يبقى كلمة lately. ماشي. the prefix هحط بداية ايه عشان اجيب opposite عكس كلمة correct، فيلا correct بنحط لها in وتبقى incorrect غير صحيح. there is a coffee far away أو far away، في قهوة هنا بعيدة. the word far away دي معناها ايه؟ near قريبة ولا close قريبة ولا nearby قريبا ولا remote؟ أكيد كلمة remote، التلات كلمات معناهم بالقرب من وقريب، يبقى كلمة ريموت هي اللي معناها نائي وبعيد عنه. we collect some money، بنجمع بعض الأموال for a specific purpose لغرض معين. the synonym of specific هنا ممكن أشيلها وأحط مكانها إيه؟ common شائع، general عام، particular محدد ومعين، distance مسافة، يبقى أكيد كلمة particular محدد ومعين. لحد هنا أنهينا أول جزء من lessons 1 and 2، دراسة الكلمات، قراءة اللي هي listening والreading text، وشوفنا expressions مع بعض، شوفنا general notes على بعض الكلمات، وحلينا ما يقارب من
30 جملة ان شاء الله. الحلقة اللي جاية هنشوف مع بعض الجرامر وايضا نحل عليها جزء كافي، ونحل جنرال اكسرسايز على ليسون 1 اند 2 كامل. بتمنى لكم عام موفق باذن الله. ما تنساش تعمل اشتراك في القناة، تفعل زر الجرس، تشارك القناة كل اصحابك ودفعتك. دمتم بخير والسلام عليكم.